إذا قيل لك كيف أوفق بين طلب رزقي وبين عبادة الله، فقل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ابن ماجه: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني خففوا من طلب الدنيا. ثم قل له: لو تأملت القرآن لوجدت أن القرآن يذكر مع العبادة في كثير من المواطن يذكر الرزق، فلا تنشغل عن عبادة الله بهذا الرزق. ولذا لما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما الذي بعدها؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فابتغوا عند الله الرزق، ما الذي بعدها؟ واعبدوه.